الاسم ديالي حياة، السن ديالي 48 سنة. عشت في واحد الأسرة اللي هي يا أسرة محافظة، ايزي. جي فيكو دون لي بو كارتي دو كازابلانكا. جي في دي زيتود وسط اون فامي كي ايتي اون فامي بيان فيونت. Je n'ai manqué de rien du tout. مشكل ديالي هو كان واحد زبون من الزبائن ديالي في المكتب ديالي، نصاب. هو معروف نصاب في المجتمع، ولكن انا ما كانش مع انا انسان اللي كنت كنقرا بزاف، وما كانش عندي ما كنبقاش نسول على الناس بزاف، ماشي فضوليه. هذا هو من اللي كون كنت فضوليه غنعرفو نصاب، ما غنتعاملش معاه، غنسمع لي زيكو ديالو بان سي كلكان كي تي انسولفابل، ما كنتش نتعامل معاه. تعاملت معاه وطيحني في الفخ. جي سيني اون سيناتور اي جي بري دي ريسك اللي انايا معترفه بهم، ولكن هو المذنب، هو المذنب الحقيقي، هو المذنب الحقيقي امام العداله وامام الناس. ولكن انا اللي خلصت. ثقت فيه لان السيده اللي جابته ليا كتعرفني وكنعرفها كونيسونس ديالي بوندون دي زاني، وقالت لي هذا السيد هذا راه لي سولفابل، تعاملي معاه وخدمي معاه. بحال مثلا جيتي عندي انت كصديقه ديالي كتعرفيني سنين، كتدخلي لي عندي للدار ديالي وكتعرفيني صاحبتي صديقه ديالي، قلتي لي هذا السيد هذا الله يعمرها دار، ناس مزيانين وكل شيء، كذبات عليا باغ جالوزي باسكو لي جون tu vis avec eux mais لكن l'intérieur ديالهم كيعلم به الله، كيبينوا لك لو سوغير لا بيانفيونس، ولكن الانتيريور سي دي جون موفي، فيهم الشر، فيهم اني هادو من هاد الانسانه هادي من شرانيه اني كتبغي تادي الناس. وجابت واحد حتى هو من نفس الطينه ديالها. كنت كنصحى بالعالم اللي عشت فيه، كنت نصحابو دائما غيبقى وردي، حيت ما كنتش انا مخصوصه من شي حاجه ولا عانيت من شي حاجه. فهمتي كيفاش؟ كنصحاب كل شيء الدنيا كلها ورديه غوز. جو كرويي كو لو موند ايتي غوز، ولكن ملي وصلت بيا هذا عرفت بان كل شيء مخادع، بان الناس اللي كتدعي لك بالمحبه وبالاخلاص وبالوفاء هما ناس منافقين. لان ملي دخلت للمؤسسه السجنيه عرفت كل واحد على الحقيقه ديالو. هذيك تسمى بحال جافيل، كنسي كونت اون في لو ميناج لو غون ميناج، بحال شي جافيل. حكموا عليا بتقريبا 7 سنوات، 7 ans دوز في هذا، بقى ليا واحد عامين ونص اللي بقات فيه. قالت لي كيفاش دوزتها؟ كيفاش دوزتها؟ مزيانه الحمد لله، مزيان. درت لا فورماسيون ديال الاستيتيك، ودرت واحد لا فورماسيون اخرى باش نقري الناس. كنقري هذوك اللي محاربه الاميه، كنقراهم اللغات اللي هما قارين، كنقريهم اللغات الفرنسيه والانجليزيه، وكنحببهم في القراءه، وكنعاود لهم القصص بعض المرات، وكنشاركوا بعدا في المسابقات. بحال شاركنا يلاه مؤخرا لا سيمين ديرنيير وانا بارتيسيبي، اون لو ان ليفر سيتي la signature d'un grand écrivain marocain. قريناه ودرنا ليه الملاحظات ورسلنا ليه الاسئله سور اون ديريكت، وكنديروا بحال هاد الامور. عمر شي واحد ما يتسرع، عمر شي واحد ما يثيق في شي واحد، يعرف بان كل شيء الناس اللي دايرين به من غير الوالدين ديالو. ناس ملي كيجي عندك الانسان الا وقول هذا اش بغى مني، راه ما جا عندي حتى شي حاجه من وراء هاد المجيه. دائما يكون شاعل لا لوميير روج. كونت اون اي على لا ميزون يفو فير لو فير،
نبقاو نديرو فيغ، لان كاين عام اهل جهنم اللي كنخرجوا للباب خصنا نديرو الغوج. هادشي اللي تعلمت.